نقل معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جلالة الملك فيليبي السادس ملك مملكة إسبانيا وتمنياتهم لحكومة وشعب إسبانيا بمزيد من الرقي والتقدم والازدهار. جاء ذلك خلال مراسم تقديم معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة أوراق اعتماده إلى جلالة ملك إسبانيا كسفير لمملكة البحرين غير مقيم مؤكدا معاليه حرص مملكة البحرين على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط كلا المملكتين الصديقتين وتوطيدها في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جانبه نقل جلالة الملك فيليب السادس تحياته إلى عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والقيادة الرشيدة مرحبا بمعالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة سفيرا لمملكة البحرين في بلاده ومتمنيا لمعاليه ولسفارة المملكة كل التوفيق والنجاح في مهمتهم الجديدة. وبهذه المناسبة أقام معالي السفير حفل استقبال حضره عدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية الإسبانية وعدد من السفراء الخليجيين والعرب والأجانب المعتمدين لدى إسبانيا بالإضافة إلى ممثلي جامعة الدول العربية والبيت العربي في إسبانيا. كما تم خلال الزيارة اللقاء بعدد من سفراء الدول الخليجية وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية الإسبانية في كل من إدارة المراسم وشؤون الشرق الأوسط وحقوق الإنسان حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات الثنائية ذات الاهتمام المشترك. كما أعرب الجانبان عن جزيل شكرهم وامتنانهم على المواقف المشرفة والإيجابية التي تبنتها كل البلدين في تجاه بعضهما البعض في مختلف المحافل الدولية والإقليمية متطلعين إلى ترسيخها وتقويتها لما فيها من خير لمصلحة كلا البلدين وشعبيهما الصديقين.